السلام عليكم الإخوان الجالية المغربية في فرنسا وفي أوروبا كاملة. معكم أمير علي، كتعرفوني من خلال الشاشة، من خلال الفن. بديت البدايات ديالي كانت في مدينة مكناس في الكونسرفاتوار ديال الموسيقى، وفي معهد الملحون مع من التلاميذ الأحرار ديال سيدي أحمد أقومي والحسين التلالي. من بعد مشيت لأمريكا في 1986 باش نمثل المغرب في الرواق المغربي ديال ديزني وورلد، وشاءت الأقدار أنني مشيت ل 28 دولة من ديك الطريق، وجيت للمغرب وتشهرت في المغرب الحمد لله. في 2004 تشهرت في المغرب، بديت كنتعرف في المغرب من خلال الأغنية ديالي مينا، من خلال بزاف ديال اليوتيوب وبزاف ديال الأعمال التلفزية بما فيها الدرامية. التلفازة شتوني في رمضان في دموع الرجال، شتوني في نهار تزاد تفضوا مع رشيد الوالي، الفيلم الأخير الحمالة مع سعيد الناصيري، وبزاف ديال الأعمال عملت اللي بما فيها الموسيقى ديال رشيد شو، تقديم ديال رشيد شو، الموسيقى ديال دموع الرجال، الموسيقى ديال الفيلم اللي هو آخر فيلم داروا هشام الوالي اللي هو رشيد خو رشيد الوالي، دار فيلم رائع 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 رائع، درت له الموسيقى التصويرية كاملة. وشنو اخر، بزاف بزاف ديال الاعمال. وحنا تنتواجد اليوم في فرنسا مع البنت ديالي، جبتها عطله ورجعت للديار الامريكا. مشيت 7 سنين للمغرب، وكانوا اكراهات، كانت اب اند داون كي كنقولوا بالانجليزيه. كنرجعوا لبلادنا الحمد لله، وكنموتوا على بلادنا والوطن ديالنا والملك ديالنا الى اخره. فكانوا اكراهات من ناحيه الميدان الفني، ما غاديش يعيش به الانسان. فرجعت في حالتي لامريكا لان عندي مسؤوليه اللي هي بنتي، وعندي الوالده ديالي مسكينه في مدينه مكناس. هما علاش جيت، هما السبب علاش جيت هذه المجيه، ونعاود نرجعوا نخدموا على راسنا ان شاء الله، والاعمال الفنيه راه جاي الخير والبركه ان شاء الله. شاركت تقريبا في جميع المهرجانات في المغرب بما فيها مهرجان الموازين 3 مرات، مهرجان الصويره، مهرجان وجده، مهرجانات في الدار البيضاء، مهرجانات مكناس. شاركت في مهرجان واحد حيت انا مكناسي خبز الدار مكناس هذاك بوحده، علامه استيفاء خليه بوحده هذاك اكوتي. مي الحمد لله من طنجه للقويره حلينا البيبان في الداخله في العيون، في اش غنقول لكم، والمعامله كيفاش دايره لا تصور. الحمد لله يكفيني حب الناس، مهرجانات كامله شاركت فيها. والمهرجانات يعني كاين شي شويه الاقصاء بالنسبه للفنانه المغاربه اللي كيتواجدوا في الخارج، يعني خصنا نعطيهم اهتمام. كاين عده فنانه كيتقاتلوا هازين الدرابو وهازين الرايه ورافعين الراس ديال المغرب في جميع المهرجانات. فبعض الخطرات تنشوفوا نفس الوجوه تتكرر، نفس الوجوه، يعني ما نذكرش الاسامي معروفين، نفس الوجوه تتكرر في المهرجانات. ومقصين شويه الوليدات ديالنا اللي في الغربه، الفنانه اللي في الغربه خصهم يهتموا بهم ويعطيهم اهتمام وبداو يجيبوهم مهرجانات. انا الحمد لله خديت حقي لا اشتكي، فخديت حقي ما فيه الكفايه في مهرجانات. باقيين تيناديو عليا الحمد لله، وما الحمد لله ما خليت حتى مهرجان في المغرب ما شاركت فيه، والا وتتكون كي كنقولوا ستاندين اوبيشن، الجمهور تيمشي فوق فرحان الحمد لله، لان كندير ريبيرتوار مختلف ملي كنمشي للمهرجانات. و يعني ما كاين الحمد لله لا اقصاء لا والو هذه الساعه. وانا اللي قررت نعاود ندير العوده لامريكا، وانا موجود، ام اوبن كي تيقولوا، لاي خدمه، لاي مهرجان، لاي عمل فني في المغرب انا موجود، رهن الاشاره. الفنان اللي فنانه بزاف اللي خدمت معاهم، والفنانه بزاف اللي استفدت منهم، ولكن الفنان الصديق ديالي اللي قريب لي قلبي وبحال خويا الكبير اللي ما خليت انا وياه تقريبا اكثر من 13 دولة، هو الحاج يونس، القلب الكبير، الفنان المتواضع، الفنان اللي ما خداش حقه في المغرب، اقولها واعيدها، ما خداش حقه في المغرب، لان انا كنعرف قيمته خارج المغرب. ملي كنخرجوا خارج المغرب كان، وبزاف ديال الناس هو سببهم في التلفزيون، بزاف ديال المطربات هو سببهم في التلفزيون، وتنكروا له تنكروا له. فيهم وحده مؤخرا قالت بلا ما نقول الاسم في برنامج مع رشيد شو، ان الحاج يونس ماشي ملحن، الحاج يونس لحن لسميره بن سعيد، الحاج يونس لحن في تونس العليا، الحاج يونس ملحن وصديق عزيز على قلبي مثل اخويا الكبير، ما خليت معاه حتى دوله، والقلب الكبير وفنان رائع، فنان كتعرف قيمته خارج الوطن، وكنتمنى ياخذ حقه ان شاء الله في البلاد ديالنا. الفنانين الامازيغ اللي وصلوا الاغنيه الامازيغيه اللي ما يتنساوش، ما خصهمش يتنكروا،
كاين الحاج بالعيد اللي هو نقول له محمد عبد الوهاب ديال الاغنيه الامازيغيه، ومن ناحيه الاطلس ارويشه الله يوليه برحمه الله، يوليهم بجوج برحمه الله. والفنان الثاني اللي هز الاغنيه الامازيغيه كذلك العموري مبارك المرحوم دليت العموري مبارك، بزاف كاينين الحمد لله، وكاين دابا شباب بما فيهم صديقي اللي هو فلان اللي تيدير الرباب فيزيون، زوينين حتى داك الجروب مخيرين، وبزاف ديال الناس كيجتهدوا. اسمحوا لي الا ما ذكرتش شي اسامي، راه ماشي حيت ما بغيتش، راه حيت ما عنديش لا ليست كامله، مي بزاف الناس مي كان لي بيليي ديال الاغنيه الامازيغيه، وهو حاج بالعيد ورويشه، هادو لي بيليي ديال الاغنيه الامازيغيه عندنا في المغرب. الاغنيه المغربيه الحمد لله كل وقت وقتها، دازوا الرواد، دازوا اغاني زوينين، كانت الكلمه الطيبه، وبزاف ديال الاغاني باقا تتردد الى يومنا هذا لانها فيها اللحن السليم وفيها الكلمه السليمه. اليوم ما نشاهده في الساحه الفنيه المغربيه وقع في العالم كله تقريبا. امريكا لا ميم شوز، الفنانه اللي صحاح اللي كيكتبوا الكلام الزوين واللي كيديروا الموسيقى الواعره ولاو شويه تهمشوا. طغات هاد الموجه ديال اليوم ديال اليوتيوب، ديال الانسان كيصاوب اغنيه في داره يمكن له يصاوب اغنيه في نص ساعه، يارونجيها في نص ساعه ويطلقها ويكتب كلمات متداوله في الشارع. هذا ماشي في صالح وليداتنا، بعض الكلمات بعض الكلام ولا يعني المستوى نزل، ولا توت الكترونيك، ولا كل شيء بازي على لي بروغرام ديال الموسيقى، ولا كل شيء ولاو لي بلوغين ولاو هذا، يعني ما بقاش الانسان تيبذل مجهود كفنان. ولكن موجه دايزه دايزه، اغاني دايزه بحال كوكوت مينوت، بحال الفاست فود، بحال الفاست فود، ديما اشبهها بالفاست فود. الهامبرجر ماشي هي الطاجين مخدوم والوالده سهره عليه ومصوبه له القوام، وكذلك الاغنيه المغربيه، الاغنيه اللي كيتعب عليها الانسان وكيلحنها في شهور وكيكتب الكلمات ديالها في شهور، هذيك الاغنيه ما عمرها كتموت. اما الاغنيه اللي غير كوكوت مينوت، انا لا، الموجه الشبابيه خصهم يخدموا، خصهم لا انتقدهم، ولكن راه الاغنيه المغربيه في خطر، راه الفن في خطر، راه شبابنا في خطر، خصنا داك الشيء يتقنن، خص داك الشيء التربيه الموسيقيه تولي في المدارس كي كانت زمان ايامات النصارى، كيف كاينه في جميع الدول التربيه الموسيقيه، باش حتى الوليدات ديالنا كتربيهم على ودن موسيقيه نقيه وكتربيهم على كلمه نقيه. هذا هو نصيحتي للشباب في العالم كله، ان اولا ما ينساوش بلادهم، انهم يبقاو متشبتين بالوطن ديالهم، اننا عندنا ملك نزيه، عندنا ملك يحب الشباب، عندنا ملك يشجع الشباب، عندنا ملك يحارب الرشوه، عندنا ملك يحارب كل ما نحاربه نحن كشباب. فما ينساش الاصل ديالو، ما ينساوش الوطن ديالهم، ومثلوا المغرب احسن تمثيل. راه حنا في الخارج بلدان الناس عايشين، خصنا نعطيو ان اكزومبل، خصنا نكونوا حنا قدوه في الاخلاق، خصنا نكونوا قدوه في الاخلاق. ما خصناش، وكننصح الشباب ما تبقاوش، ما يجيش شي واحد يبدا يعمر لكم راسكم وتدخلوا وتورطوا مع جماعات اللي غادي يخرجوا عليكم على عائلاتكم، ما يغريوكمش بفلوس، ما يغريوكمش بشي حاجه، تشبتوا بوطنكم. المغرب عاش، المغرب عاش، المغاربه فين ما كانوا، والله ينصر سيدنا.